مش عايزك كمواطن كده تسخن وعروقك تنفش لما تلاقي وزير خارجية اثيوبيا كاتب لك النيل لنا ومبروك للاثيوبيين. طب خليه يكتب التويتة دي او البوست ده باللغة الانجليزية او حتى العربية، هو كاتبه باللغة الاثيوبية او الامهرية. يعني الحاجة التانية، رئيسة اثيوبيا بتهني الشعب الاثيوبي زي الفل، ماشي. أبي أحمد يقول ما يقوله، في حاجات كده اسمها للاستهلاك الداخلي، استهلاك المحلي، لكن هي قضية كبيرة مهمة جدا يعني. وأنا استخدمت لك امبارح المصطلح اللي عمال يستخدمه الرئيس السيسي الفترة دي، قال إيه؟ القوى الشاملة، يعني لا تبقي ولا تذر. يعني تعالى نروح لأستاذنا الدكتور عباس شرائي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ونتكلم معاه هو إيه اللي حصل اليومين دول في سد النهضة. الأربع مليار متر مكعب اللي اتمالوا دول، اتمالوا عشان تساقط أمطار ولا قفل سدود ولا كلام؟ مساء الخير دكتور عباس. مساء الخير أستاذ محمد، وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. فيما يتعلق بالملء اللي حصل لسد النهضة، ملء أولي قرابة 4.5 مليار متر مكعب، ده بسبب تساقط الأمطار أم لأسباب أخرى؟ هقول لحضرتك، عند إنشاء السدود لازم يبقى في شغل الخرسانة يحطوا طريق للمياه وهم بيشتغلوا، زي بالظبط لما بنعمل طريق، نعمل طريق للعربيات ونعمل الطريق يبقى فيه الرصف. فإنشاء السدود بيبقى سايب مجرى للمياه، فهو في سد النهضة عبارة عن جزئين، والجزء اللي في المنتصف ده مطروح الفيضان يمر منه. اللي حصل من 3 سنوات قفلوا هذا الجزء لارتفاع 4 متر، وبالتالي المياه لما تيجي تعدي من هذا الممر لازم تملى الأول لحد مستوى 40 متر، وبعد كده تعبر من أعلى 100 متر. فكان السنين اللي فاتت بيتخزن حوالي 1 مليار متر مكعب اللي هم على قد 40 متر. السنة دي الجديد ان هم رفعوا ال 40 متر الى 70 متر، فايضا فبالتالي لما مياه الامطار الغزيره بقى اللي هي الفيضان الحالي بياتي عند سد النهضه امام السد الى ان تصل الى 70 متر. بعد ال 70 متر انزل من اعلى السد، وهم مجهزين المكان اللي تعد منه اللي هو المنطقه الوسطى دي عرضها حوالي 200 متر. إذا المياه اللي بتحتجز أمام السد ده احتجاز إجباري، لأن ما فيش لها مكان آخر غير 4 بوابات صغيرة لا تمرر 10 أو 20% من هذه المياه، وبالتالي هذا الحجز ده نتيجة إن السد أصبح مول. والمفروض إحنا عارفين كده المرور الماضية لما لقيناهم بيرفعوا الجزء الأوسط من 40 متر إلى 70، لا يمكن للمياه إنها تمر إلا لما تصل للارتفاع 70 متر. وبالتالي في فيضان اول يوليو بدات المياه تتجمع امام السد ب 10 متر 20 30 الى ان وصلت منذ يومين الى 70 متر. فال 70 متر دي معناها 5 مليار متر مكعب موجوده في الاراضي الاثيوبيه. اي كميه تزيد عن ال 5 مليار هتعدي وهتعبر اعلى الجزء الاوسط اللي هو 280 متر. وبالتالي ده حصل اول امس، المياه اللي بتفيض ودي كميه كبيره، يعني بتصل الى حاليا حوالي 300 الى 400 مليون متر مكعب في اليوم. في شهر اغسطس بتصل من 500 الى 600 مليون متر مكعب في اليوم. طبعا الفتحات الصغيره لا يمكن تعدي هذه الكميه، فالطريق الوحيد لها انها تعبر من اعلى الجسم. بما ان هذه المياه عبرت هذا الجسم من يومين بتاخد حوالي 20 يوم الى ان تصل. إذا احنا الى ان تصل الى حوالي السد العالي، وتاخد حوالي اسبوع الى ان تصل للخرطوم او 10 ايام. فاذا هي في طريقها للخرطوم ثم تصل الى مصر. فاذا المياه اللي كانت المفروض اللي سقطت في اول شهر 7 اتحجزت في اثيوبيا، وبالتالي ما جاش لمصر. كان المفروض انها تصل مصر الايام دي، لكن اللي حصل انها اتحجزت في اثيوبيا، والمياه اللي مرت من يومين هي اللي هتوصل مصر بعد 12 13 يوم من الان. وده اللي بنقوله ان الفيضان اللي بياتي لمصر في نهايه اول 8 هيتاخر السنه دي اسبوعين او 3 اسابيع. تعليقاتك على تصريحات المسؤولين الاثيوبيين مؤخرا
وزير الخارجية كاتب النيل لنا، رئيسة أثيوبيا تهني الشعب الأثيوبي. هو طبعا دي تصريحات موجهة للداخل للشعب الأثيوبي، لأن يعني معنى النيل لنا هيروح فين؟ النيل هو حضرتك تفيض من أعلى جسم ليس لها مكان في أثيوبيا، وحتى بعد ما يملى السد ال 74 مليار بعد عدة سنوات ما قال هذه المياه أنها تصب مرة ثانية وتأتي إلى السودان ومصر، لأن إثيوبيا دولة حبيسة ليس لها بحر ولها صحراء ترمي فيها هذه المياه، ولا توجد لحسن الحظ أنه لا توجد أراضي مستوية للزراعة بالري، وإلا الري هو الزراعة بالري هي المستهلك الأول للمياه. طالما ما فيش في إثيوبيا أراضي مستوية قابلة للزراعة بالري، إذن ما قالها لمصر. بعض اللي كان بيقول خوف ان اثيوبيا تخزن علشان تساوم مصر والمياه، طب لو احنا ما اشتريناش المياه دي هتروح فين؟ المياه ممكن تخزن حوالي 5 إلى 6 أشهر فقط، بعدها السد لو مملوء بالمياه لابد لاثيوبيا قبل موسم الامطار ان تفرغ هذا المخزون، والا سوف تغرق، لان الامطار السنويه في النيل الازرق حوالي 50 مليار متر مكعب، والخزان لا يسع، إذا لابد أنه يفرغ 40 مليار على الأقل قبل موسم الأمطار بثلاث أربع شهور. فإذا المياه لابد أنها يعني حكاية أن إثيوبيا تخزن وتساوم مصر ده يعني كلام مش منطقي أبدا، لأن في الست شهور اللي ممكن تخزن فيهم المياه إحنا ممكن نستعين بهذه المياه من السد العالي، السد العالي يقدر يغطينا فترات طويلة، وبالتالي لحد ما إثيوبيا هي لابد أنها تفرغ هذه المياه بعد كده. فكون ان هم يقولوا النيل لنا طبعا ده تصريح داخلي وليس يعني، ولكن هناك مسؤولين سودانيين في الراي قالوا ان بعض البحيرات عندهم جفت. يعني اللي حصل في السودان بالفعل، السودان تعرض الاسابيع الماضيه لان متعودين ان في اول يوليو الفيضان ان تاتي المياه ب 200 مليون 300 مليون متر مكعب في اليوم، فلقوا ان المياه ما جاتش، بس ده متوقع لان السد اتقفل. كان المفروض المهندسين السودانيين يبقوا عارفين ان في اول 7 المياه اللي هتيجي في اول 7 مش هتيجي الا لما تصل فوق الخيار اللي هيبقوا في اثيوبيا. بالتالي ما عملوش حسابهم ان هم يعوضوا النهر من الخزانات السودانيه. فائده الخزانات ايه؟ خزانات فيها مياه لتعويض النهر في ولذلك مصر لم تشعر باي مشكله لان احنا بنعالي ونعوض نهر النيل. الإيراد اللي جاي ضعيف أو زيادة إحنا بناخد من المخزون. فالمشكلة اللي حصلت في السودان هي بالدرجة الأولى مشكلة إدارية من المهندسين، لأنهم يعني ما عملوش حسابهم إن المياه سوف تحتجز لمدة 3 أسابيع وبعدها يأتي الفيضان. الفيضان دخل السودان بقاله يومين. إذن المشكلة اللي حصلت هو طبعا 5 مليار ده نقص من حصة مصر والسودان لا شك، ولكن كان ممكن السودان يعمل حسابه وان هو يستعين ببعض المياه من الخزانات السودانيه وما يتعرضش لهذه المشاكل. في المقابل، هل المفاوضات سوف تتواصل واثيوبيا تعلن اليوم انها لا تريد ان توقع على اتفاق ملزم لها؟ اللي حصل ان من يومين اثيوبيا اعلنت انها ملت وهي خزنت التخزين لهذا العام اللي هو 5 مليار متر مكعب اللي كانت عايزاها وعمل بكده، وهذا مخالف لنتائج القمم الكمتين الصغرى اللي هم كانوا مع الاتحاد الافريقي. يعني هذه التصريحات يعني كنا توقعنا ان هيبقى فيه رد، واتوقع ان شاء الله ان مصر دلوقتي بتعد الرد، ولكن بعدها بيومين النهارده بقى التصريح الثاني مباشره ان اثيوبيا لا تريد اتفاق ملزم بل تريد قواعد ارشاديه. وهذا طب امال احنا كنا بنعمل ايه طول السنين وكنا بنعمل ايه في فطبعا هذه التصريحات محتاجه، وانا اعتقد فعلا ان الخارجيه الان بتعد رد على التصريح اللي هو اول امس وتصريح اليوم بان اثيوبيا لا تريد اتفاق ملزم. اشكرك استاذنا الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، وسيظل هناك الجديد دائما في ملف سد النهضة. والكلمة الأخيرة لم تقل أو تحسم حتى الآن. شكرا جزيلا دكتور عباس.